سيدتي وسادتي، أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم من تلفزيون جيبوتي. نحييكم ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية المسائية لهذا اليوم، ويسحبكم فيها مجد المقبلي في هذه النشرة. وصول فخامة رئيس الجمهورية إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام. اجتماع روسي وإيراني وتركي لعقد مؤتمر حوار حول سوريا. أهلا بكم. بعد وصول فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيل إلى العاصمة الصينية بكين مساء أمس الأربعاء، أقيم حفل استقبال لفخامة رئيس الجمهورية في ساحة القاعة الكبرى للشعوب بكين، حيث قام بعد ذلك فخامة رئيس الجمهورية بوضع كليل من الورود على ضريح الجندي المجهول في ميدان تيانمان المشهور في بكين. وتأتي زيارة الرئيس جيلي إلى بكين على خلفية الدعوة التي تلقاها من نظيره الصيني السيد شي جين بينغ، وذلك بهدف تعزيز ورفع سقف العلاقات الثنائية وشراكة التعاون القائمة بين جيبوتي وجمهورية الصين الشعبية. هذا وقد وصل رئيس الجمهورية إلى بكين عاصمة الصين جمهورية الصين الشعبية، حيث سيقوم بزيارة رسمية تستغرق 3 أيام. واستقبل فخامة رئيس الجمهورية لدى وصوله إلى العاصمة بكين باستقبال حار وحفاوة بالغة. ولمزيد من التفاصيل حول زيارة فخامة رئيس الجمهورية إلى العاصمة الصينية بكين، ينضم إلينا في الاستديو الزميل خضر علمي. أهلا بك خضر. أهلا بك والأستاذ مجدي مقبلي. هل لديك المزيد من التفاصيل حول هذه الزيارة التي يقوم بها فخامة رئيس الجمهورية إلى الصين؟ نعم الأستاذ مجدي، لدينا مزيد حول زيارة فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي إلى جمهورية الصين الشعبية، حيث تعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لزعيم عربي أو إفريقي منذ إعادة تعيين الرئيس شي جين بينغ مؤخرا أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني الحاكم ورئيسا للبلاد. وسيجري واجرى فخامة رئيس الجمهورية السيد اسماعيل عمر جيلي مع نظيره الصيني محادثات ثنائية تركزت حول علاقات الصداقة والتعاون المتميز القائم بين جيبوتي وبكين في مختلف المجالات، وتطرقت المحادثات الى الشراكة الاستراتيجية التي يسعى اليها البلدان في جميع المجالات المرتبطة بالقطاعين التجاري والصناعي، وتشمل هذه الشراكة تمويل الكثير من المشاريع التنموية الكبرى بجيبوتي في مجال تطوير البنية التحتية بما في ذلك المواني والطرق والسكك الحديدية في إطار المبادرة الصينية المعروفة بطريق الحرير، التي تتضمن تطوير علاقات التعاون بين بكين أكثر من 68
60 دولة من إفريقيا وآسيا وأوروبا، وتتمتع الصين وجيبوتي بشراكة مربحة للجانبين وتخدمان الآن قصة نجاح للتعاون فيما بين بلدان الجنوب. كما نتكامل الراعي بين البلدين لم يأتي من فراغ، وإنما هو ثمرة جهود جبارة مشتركة بذلها الجانبان على مدى العقد المنصرم. هذا وتم ترحيب فخامة رئيس الجمهورية السيد اسماعيل مرقيلي لدى وصوله إلى جمهورية الصين الشعبية، حيث أقيم خلال حفل رسمي أقيم على ساحة القاعة الكبرى لشعوب بكين، ووضع على خلالها إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول في ميدان تيانمان الشهير ببكين. وتجدر الإشارة إلى أن فخامة رئيس الجمهورية السيد اسماعيل مرقيلي حظي باستقبال حار وحفاوة بالغة من قبل الرئيس الجمهورية الصينية الشعبية، وأقيم حفل استقبال كبير في الساحة التي ذكرناها آنفا، وأيضا استقبله المغتربون الجوتيون المقيمون في الصين. نعم، شكرا جزيلا للزميل خضر علمي على هذه التفاصيل حول زيارة فخامة رئيس الجمهورية، شكرا جزيلا لك. عفوا سلام. في تصريح للتلفزيون الوطني أكد معالي وزير الصحة الدكتور جامع علمي عوكي على أهمية زيارة رئيس الجمهورية السيد اسماعيل عمر جيلي لجمهورية الصين الشعبية، وأشار إلى أن رئيس الجمهورية والوفد المرافق له قد تم استقبالهم بحفاوة بالغة من قبل السلطات العليا في جمهورية الصين الشعبية، ولفت أن العديد من السفراء المعتمدين لدى الصين كانوا في مقدمة المستقبلين لرئيس الجمهورية، كما تم تنظيم حفل رسمي على شرف فخامة رئيس الجمهورية صباح اليوم في العاصمة الصينية بكين بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ وأعضاء الحكومة. وذكر وزير الصحة أنه تم إبرام جملة من اتفاقيات التعاون بين جيبوتي والصين، من بينها اتفاقية تقضي بأن تكون جيبوتي ضمن الدول التي يمر بها طريق الحرير. وتقدر الإشارة إلى أن زيارة رئيس الجمهورية للصين تأتي على خلفية دعوة تلقاها من نظيرها الصيني والذي أعيد انتخابه مجددا لرئاسة البلاد وقيادة الحزب الشيوعي الصيني الحاكم. عقد حفل مكرس لاختتام دورة تدريبية حول مجال الحاسوب برئاسة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق زكريا الشيخ إبراهيم، وذلك في مركز التدريب الفني في معسكر الشيخ موسى عثمان. وشارك في هذه الدورة عشرات من العناصر النسائية للقوات المسلحة الوطنية. وكان في استقبال الفريق زكريا الشيخ إبراهيم لدى وصول إلى موقع الحفلة قائد المعسكر الملازم جديتو والجنرال طاهر محمد علي والجنرال حسن علي كامل، إضافة إلى العديد من ضباط القوات المسلحة الجيبوتية. أدى وأعلن الملازم موسى محمد موسى رئيس لجنة الامتحانات النتائج النهائية لهذه الدورة التدريبية. أدى وقلد الفريق زكريا الشيخ إبراهيم المتدربين الأوليين برتبة عريفة. نظمت أمانة الدولة للشؤون الاجتماعية يوم أمس حفل تسليم ماكينات للخياطة لصالح الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي. وجرت هذه المناسبة في مقر الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي وبمشاركة إحدى المنظمات غير الحكومية. أدى وتسلمت أمانة الدولة للشؤون الاجتماعية هذه الهبة المكونة من 30 ماكينات حديثة للخياطة، حيث تم توزيعها على النسوة الناشطات بغية تحسين ظروفهم المعيشية وجلب دخل لهم. لنساء جيبوتي أي جهد في تحسين الظروف المعيشية للنسوة من خلال توفير الدورات التأهيلية لهن.
وفي مداخلة لها في هذه المناسبة أعربت أمينة الدولة للشؤون الاجتماعية السيدة منى عثمان آدن في مستهل كلمتها عن سرورها باستلام هذه الهبة السخية لصالح النسوة الناشطات في الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي. وشهدت بالجهود التي يبذلها الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي لتمكين المرأة في تحسين ظروفها المعيشية من خلال توفير لهن دورات تدريبية. برعاية أمانة الدولة للشباب والرياضة جرى صباح اليوم في ملعب الحاج حسن جليد أبتيدون حفل إطلاق الاستعدادات للحوار الوطني مع الشباب الجيبوتي. وشارك في هذا الحدث أمين الدولة للشباب والرياضة السيد حسن محمد كامل والأمين العام للأمانة السيد محمد أحمد فرح والمفتش العام السيد موسى عولي ومستشار الرئيس المكلف بالشباب السيد علي داتو والمستشارة القانونية لرئاسة الوزراء السيدة كلثوم علي إضافة إلى كوادر آخرين من الأمانة. وشباب قدموا بكثرة للمشاركة في هذا الحدث. وتعلقت هذه المناسبة حول إيجاد حلول لمكافحة البطالة ومحو الأمية والعنف والمخدرات، حيث أشار رئيس الجمهورية خلال اليوم الأفريقي للشباب بإطلاق سياسة للتشاور والحوار الوطني. وأوضح من الدول الشباب والرياضة على الأهمية التي تعكسها سياسة إطلاق الحوار الوطني مع الشباب. وفي مداخلة له أمام نخبة من الشباب وأولياء الأمور وذوي الاحتياجات الخاصة، أشار الوزير إلى الأهمية التي توليها الحكومة لتوفير جميع الوسائل الضرورية لذوي الاحتياجات الخاصة بغية اندماجهم في المجال الاجتماعي والمهني. وأوضح الوزير أن ذوي الاحتياجات الخاصة هم أطفالنا وإخواتنا وأولياء أمورنا، معربا عن استعداد دائرتي لتقديم الدعم المادي والمالي. جرى اجتماع للجنة التنظيمية لتحضيرات لمؤتمر الدولي للاتحاد النقابي العالمي اليوم في مقر الاتحاد العام للعمال الجيبوتيين. ويهدف هذا الاجتماع إلى تحضير المؤتمر الدولي للاتحاد النقابي الذي من المقرر أن ينعقد في 5 وحتى 8 من ديسمبر المقبل في جيبوتي، وإنشاء حوار مثمر وبناء بين النقابات الجيبوتية والسلطات العامة. وشارك في الاجتماع وفد وطني من النقابيين المكون من الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجيبوتيين السيد سعيد يونس وابري برفقة مديرة العمل والمفتش العام للعمل، إضافة إلى خبراء من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويذكر أن هذا اللقاء هو الأول من نوعه ينظم في إفريقيا الفرنكوفونية وتحديدا في بلادنا، حيث سيشارك فيه أكثر من 14 وفدا من الدول الأعضاء في الاتحاد النقابي العالمي من السنغال وبنين والكاميرون وبوركينا فاسو ومالي. وفي سياق ذاته تم تجديد المرافق لاحتضان اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد النقابي العالمي في مقر الاتحاد العام للعمال الجيبوتيين. ويذكر ان هذا اللقاء هو الاول من نوعه ينظم في افريقيا الفرنكوفونية وتحديدا في بلادنا، حيث سيشارك فيه اكثر من 14 وفد من الدول الاعضاء في الاتحاد النقابي العالمي كما ذكرت سابقا السنغال وبنين والكاميرون وبوركينا فاسو ومالي. ومن المقرر أن ينعقد هذا الاجتماع في 5 وحتى 8 من ديسمبر المقبل في جيبوتي. ودوليا وكالمعتاد تنضم إلينا في الاستديو الزميلة حسنة عبدو. أهلا بك حسنة. أهلا بك مالك. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نيته بعقد مؤتمر حوار وطني في روسيا لوضع حد للحرب الأهلية في سوريا المستمرة منذ 6 سنوات.
نعم شكرا، اهلا بكم مشاهدينا الكرام. نعم من المقرر ان تعقد جلسه بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونديريه الايراني والتركي، وتاتي تصريحات بوتين بعد محادثات اجراها مع رئيسي الايراني والتركي رجب طيب اردوغان، ودعا فيها الحكومه السوريه والمعارضه للمشاركه الفعاله في المؤتمر المقرر عقده في شوتشي في جنوب غرب روسيا، ولم يتم تحديد موعد الحوار الوطني حتى الآن. وكانت الجماعة المعارضة السورية التقت في العاصمة السعودية الرياض في محاولة للحل، إلا وتأتي القمة التي جمعت بين بوتين ونظريها الإيراني والتركي في شوتشي بعد أيام من استقبال الرئيس الروسي نظيره السوري بشار الأسد. وصرح بوتين لصحفيين بحضور روحاني وأردوغان أن المؤتمر الوطني المقرر عقده بخصوص سوريا سيكون فرصة حقيقية لإنهاء هذه الحرب الأهلية المستمرة لسنوات، ويأمل الكثيرون أن تكون هذه فرصة لبحث هذه الأزمة المستمرة لعدة سنوات في سوريا. حسنا، ننتقل إلى موضوع آخر، حيث أعلن مسؤول كبير في ميانمار أن بلاده وقعت مذكرة تفاهم مع بنغلاديش اليوم الخميس بشأن عودة مئات الآلاف من اللاجئين من مسلمي أقلية الروينجا لبلادهم. نعم، من المقرر أن يعود إلى بلادهم بعد الميانماريين إلى بلادهم. وقال السكرتير الدائم في وزارة العمل والهجرة والسكان بحكومة ميانمار: نحن مستعدون لاستقبالهم في أسرع وقت ممكن بعد أن ترسل بنغلاديش نماذج الاستثمارات إلينا، في إشارة إلى نماذج معلومات شخصية استكملها الروهينغا قبل إعادتهم إلى ميانمار. وحددت مذكرة التفاهم شروط عودة مئات الآلاف الروهينغيين الذين فروا إلى بنغلاديش هربا من بطش وتنكيل الجيش بهم. وذكر متحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية بميانمار أنه تم خلال محادثات جرت مع مسؤولي ببنغلاديش أمس الأربعاء وضع لمسات الأخيرة على مذكرة التفاهم بشأن عودة اللاجئين. وكانت رئيسة وزراء بنغلاديش السيدة شيخة حسينة قالت أمس إن بلادها تواصل المحادثات مع ميانمار بهدف إيجاد حل للأزمة بإقليم أركان، وأضافت في خطاب لها أمام البرلمان البنغلادي أن بلادها نجحت في الحصول على تأييد تام من المجتمع الدولي في مسألة عودة مسلمي روهينغا الفارين من ممارسات العنف في أركان إلى بلادهم بشكل آمن وبشكل جيد وطبيعي. إليك الكلمة. شكرا جزيلا للزميلة حسنة عبدو على هذه التفاصيل حول الأخبار الرياضية الدولية. شكرا جزيلا لك. هكذا سيدتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم النشرة الإخبارية المسائية والمفصلة لهذا اليوم. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.